السلام عليكم ومرحبا بكم مره واحده اخرى في قناه شيوات مع شيماء. كنتمنى بانكم تكونوا بخير وعلى الف خير. وطولت عليكم واحد شويه سمحوا لي، ولكن انا جيتكم واحد النهار بواحد الوصفه اللي هي زوينه وسهله ومذاق مختلف. كما كنعرفوا الدجاج عنده بزاف الناس طرق باش كنطيبوه، وهذه طريقه من الطرق اللي كنطيبوه هي ماشي جديده صراحه، ولكن انا متاكده بانها معروفه شفت الدجاج بزاف. الوغ هاد الدجاج غادي نطيبوه بواحد الطريقه ديال الشرموله ديال الحوت، يعني شرموله باش كنصوبو الحوت تيبيك هي اللي كنديروها لهذا الدجاج هذا. دونك ندوزو المقادير نيشان. كما قلت لكم شرموله الحوت اللي هي معروفه وبينا، لا بروميير دي شوز غادي نحتاجو الدجاجه. انا درت هنا الدجاجه، انا ديما كنقول لكم على حسب لي نومبر دو لا فامي. دونك انتما يمكن لكم ديرو نص دجاجه، يمكن لكم ديرو ربع دجاجه الا كان بيرسون بوحديتو بغا يوجد بيسو زعما هاد الشيء. وهادي دونك انا كنقول لكم انا عشت هنا دجاجه، اش قلت لكم دجاجه على حسب العدد اللي عندنا في الدار. دونك هنايا الدجاجه انا شديتها وفصلتها لكم صا علاش باش يدخل لي ليها الطياب مزيان، وباش الشرموله تدخل لي ليها مزيان، لان كيخصني نتشقطها نتقبها لكم صا باش نصوب لها الشرموله. دونك انا قسمتها على جوج، ومن بعد حليتها بهذه الطريقه هذه باش تجيني سهله. دونك عندي هنايا انا القزبور هانتوما كما شفتوا راه مدقوق، معدنوس مدقوق، جوج طراس ديال جوج فصوصات ديال الثوم كبابرين، الفليفلة حمراء، الكمون. هنا غادي نزيدو سكنجبير بالنسبه للشرموله ديال الحوت، ولكن المره الا فاش غادي نبغي نشرمل الحوت غادي ندير مغاديش نعمل تقريبا سكنجبير. دونك هنايا عندي هاد الكاس هذا كما شفتوا ماشي كاس العنبه، يعني هانتوما شفتوا التقياس ديالو ما بين الزيت الروميه والبلديه مخلطه. عندي هنايا خيزو هانتوما شفتوا الطريقه باش حكيتو، يعني انا غنوري لكم المحكه اللي استعملت انا. عندكم نتوما المحكه ديال مطيشه ماشي مشكل، يعني حنا توجو كنمشيو مع اللي موجود عندكم في الدار. لا ميم شوز هنايا هانتوما كما كتشوفوا بطاطا، الطريقه باش حكيتها حتى هما كتجي بحال فكيت صغيره. ولكن قلت لكم بلي ما عندكمش هاد المحكه، انا غادي نوري لكم المحكه اللي صوبت انا، وانتوما ديروا المحكه اللي عندكم في الدار ماشي مشكل. عندي هنايا شويش ديال الخل اللي غادي ندير، لان التوجه كما كنقول لكم هي كنقولوا شرموله اوتوماتيكمون كيمشي معاها الخل. عندي هنايا الحامض مصير، انا جبتو حطيت لكم باش تشوفوا، ولكن انا ما غاديش نعملو على حسب الملحه. انا التوجه كنقول لكم الملحه على حسب طونسيون، مي الناس اللي باغيين يديروا الحامض مصير راه هنا الحامض مصير من بعد كتشدوه فاش كتشرملو وكتحطوه. هنا نوري لكم الطريقه كيفاش، غتقطعوه اون بتي دي ولا اون لامير حسب الطريقه اللي حبيتوها، وغادي تزيدوه على الدجاج من الفوق. دونك دابا غادي ندوز للطريقه ديال الخدمه ديالي، غادي نحيد هذا الشيء كومسا دي كوتي. وهذه وحق الله العظيم الا كتجي زوينه، انا محتاجه غير بصله. نبدلو شويه الطريقه ديال الدغميره الدجاج مقليل، يعني ان بشي بو دو شونجمون. دونك انا غادي نشد المول ديالي غندخلو الفران، لان هذه مغطي بلا فكوكو طلعت شي حاجه، هذه غادي ندخل الفران. دونك فوالا بشيت كويير باش غادي نديرو القزبور، كيما قلت لكم الشرموله العاديه نحس هاد الطروس ديال التون ديالي حتى نحكم ابخي، معدنوس، غادي نشد الطروسات ديال التي ديال التومة غادي نحكم خمسة وبيان تقوهم لي بغيتهم، أنا هي كنعكس على الدقان في المهرات في الحقيقة. صافي غادي نزيد لكم الكمون والفلفله الحمراء الخل ديالنا، طريقه ديال الشرموله ديال الحوت. عاد شربوها ما غتندموش، غتولي دائما كديروا الدجاج بهاد الطريقه هادي كونوا متاكدين. دونك غادي ندير الفلفله الحمراء، انا الفلفله الحمراء راه مازال ما كتاب بانني ندير لكم الوصفه ديالها اللي كنصوب غير في الدار. انا كنتفادى اي حاجه تسنقها، هذيك المدقوقه صراحه حتى ما كنعرفوش شنو فيها. دونك هذه انا كنصوبها غير بيدي وكنديرها في الكونجيلاتور تما شتو كي كتكون جامده، والله غادي نكون شي احسن واحسن. سيدي فوالا الخل، يعني غادي ديرو جهد في الحق، انا كندير عيني ميزاني الخل، نتوما غادي ديرو جهد شحال نقول لكم جوج معالق كبار هكاك. المهم انا كندير هكا عيني ميزاني وصافي. غنزيد واحد الشويش ديال الماء باش غادي نخلط غير جوست لا بتي بيان كوم سا باش غدخل ليا هذا، وغنجيب اون ميم طون سكين. دونك هادي غادي نخلطهم كوم سا،
غادي نزيد شويش ديال الكمون فوالا. الملحه انا ما كنعملهاش، راني قلت لكم نتوما عندكم تنساو بعطيكم سر الملحه. دونك هادو غادي نخلطهم بكم صاب بيان سو، خدمو كنخدمها هي بيدي. وغادي نزيد واحد شويش ديال سكينجبير، هادشي اللي قلت لكم باش هادي مختلفه على شرموله الحيت عاديه، كنزيدو هاد شويش ديال سكينجبير فوالا. دونك هادي نبيعو شرملتها نحطها هكا، وغادي نوري لكم الدجاج. الوغ الدجاج غادي نشدو غادي نحاول نشكطو هكا بهاد الطريقة باش ندخلو شرمولة مزيان البلاصة تصدر، البلاصة ديال لي كوي سيغتو، البلاصة تصدر لي كتكون غليظة باش كدخل في ديك الشرمولة كتجي زوينة. هي من الأحسن دابا أنا صوبتو، ولكن نتوما من الأحسن بأنكم صوبوه وتخليوه واحد صباح، خليوه حتى واحد ساعتين لو نتو بحال دابا الصباح هكا قبل الفطور صوبوه وخليوه وديرو فيه هاد الشرموله هادي وخليوه يشرب شرمولتو على ما تفطرو وتساليو عاد من بعده فوالا. صافا نزيد ندير وحده بوحده نصوب بعدا هادي. الوغ هادي غادي نشرب هاد الشرموله مزيان وندخلها مزيان مزيان، هانتوما كيما كتشوفو نصوب البلايصات مزيان. نشد هاد الخرا ديالي عاوتاني غادي نشوز هانتوما، نحاول ندخل ما كنديروش الزيت دابا في الاول حيت كنخليو، لان معروف الزيت ما كتخليش اللحم يشرب مزيان ديك الشرميله ديالته. دونك الزيت حتى نبغيو نزيدو بطاطا وداكشي عاد نديرو الزيت باش نبغيو ندخلوها للفران. دونك فوالا انا دابا هنا شرملتو انتما كما كتشوفوا البليصات كاملين كنحاولوا ندخلوا فيهم شرموله شرملتو، غادي نخليها انا واحد جهد واحد ساعتين المكنه على ما يشرب هاد الشرموله مزيان. من بعد عاد غادي نحاول نزيد بطاطا. دونك على ما نخلي الشرموله ديالتو غادي نغسل يدي ونوري لكم كيفاش قطعت بطاطا وكيفاش قطعت خيزو داكوغ. دونك هذا على ما نغسل الدجاج من بعد ما خليته واحد ساعتين المكانه. انا في الحقيقه انا ما خليتوش بزاف لان قربت لي الوقت ديال الغدا، انا هزيتو هكا في طبسيل طرفتو في قنيت. علاش؟ لان كنعرفو بان الدجاج كيطلق الماء ديالو، حيت انا غادي نحتاج هاد المول هو اللي غادي ندير فيه خيزو هو اللي غادي نعمل فيه بطاطا. دونك حيت الدجاج غادي تهزو الدجاج هكا وتحطو في طبسيل، ومن بعد على ما تحطو خيزو وتحطو بطاطا وزويته داكشي غادي تحطو الدجاج من الفوق. دونك انا غنوري لكم الطريقه بعدا باش حكيت المحكه اللي عندي، باش حكيت بطاطا وباش حكيت خيزو. دونك هاد المحكة هادي هانتوما كيما كتشوفوها هادي بديتها، هادي يمكن كنظن بان راها كاينه في كل دار، ولا ما كانتش ماشي مشكل، يعني نقدكم المحكة العادية ديال طماطيشة. يعني نركب بطاطا في هاد الطريقة هادي، وغادي نبدا نحك. عندكم راها ماضية بزاف حدا وليداتكم فوالا، شويش ديال القوة ونربيو شويش ديال الدرعم مع هاد لي طفاراي كتبقى ماشيين هكا حتى كتكمل الماء فوالا. هانتوما شتو هاد الطريقة باش كتخرج، وما كنبقاو نبقاو نركو شويش هكا احباطو طافي ديال الحنوبة. دونك لا ميم شوز الخيزو، يعني الخيزو كنديرو هكا وكنبداو نحكو حتى هو لا ميم شوز كنقولو هكا. بالنسبة لهاد لاباراي هادي راه كاينين لاباريات واحد اخرين بشكل واحد اخر موجودين في الاسواق، خرجو ما حسن وما حسن وما حسن، واللي ما عندوش كيما قلت لك يكتفي غير بطاطيشة باغدون الحكة الحكة ديال مطيشة. دونك فوالا انا غادي ندير بطاطا ديالي هنايا، حيت ديجا لي كنت انا حكة قبل، وغادي نزيد حتى خيزو ديالي، وغادي نخلط هادشي كامل. وما تقولوش الماء راه قليل، لان الدجاجة معروفة فاش كطيب راه هكا الماء ديالها راه كيهبط، يعني انا امنا بي ما تزيدوش بزاف ديال الماء، لان بطاطا غادي تخيسو غيطلق لكم الماء، معروف خيسو كيطلق الماء فوالا. كتخلطو كوم سا. دابا غادي شنو غنزيد؟ غادي نزيد الزويته ديالتي، وغنزيد واحد الطريقة ديال الماء. دونك غنزيد طريقة ديال الماء هكا، هانتوما شتو لي راه ما كملتش الكاس ما درتوش كامل. وغادي نصوب الزيت وغادي نحك
ونحط الدجاج ديالي. دونك هانتوما كما كتشوفوا الدجاج ديالي غادي نجي وغادي نحطو كوم سا. ومن الاحسن فاش تساليو تحطوه تنطيو دي بريفيرونس غطيوها بشي بابي الومنيوم ولا شي حاجه باش ما يتحرقش الدجاج من الفوق، على حسب الفران. اذا كان عندكم فران كيتشعل اوتوماتيك من الفوق لتحت نديرو له هذا. دونك دابا غادي نشد هاد الكاس ديالي وغادي نصب على كاب الجنيبات، ما نديرش فوق الدجاجه سي با لا بين. فوالا. وبالنسبه لهاد الحامض مسير اللي رميت لكم قبيله زيدوه نتوما اون تيدي او بيان اون لاميل كوم سا طويول، وحطوه في القنيسات هنا وبيان فوق الدجاج هنايا، راه كيجي صهيم كيمشي زعما مع هاد الدجاج هذا كيمشي مزيان. سمحيلي كنمشي كل ساعه دقيقه كنغسل يدي، مكنعرفش نخدم بيدي مشخدم بزاف. دونك فوالا الدجاج ديالي ها هو دا كيما شفتيو. دابا غادي ندخلو الفران، غادي ندير نار مهيله بحال ما يتخطفش مزيان، غادي نغطيه باش كيرجع ديك الصهد ديالو فيه بابي الومنيوم. انا جبت بابي الومنيوم ونغطيه لكم دابا وتشوفو. غادي نشد هاد الثومة غادي نغطيه بابي الومنيوم. علاش بابي الومنيوم؟ باش غادي نغمو وديك الماء ديالو غادي يرجع فيه. نديرو غير هكا متعلاش باش الشاب باش يكسب. فوالا غير هكا. وغادي ندخلو الفران وغادي تبقاو تحضروا ساعه ساعه تحلوا الفران. انا قلت لكم على نار تكون مهيله جدا، ساعه ساعه تدخل تحلوا الفران. غادي يبان لكم هنا من الجنب الا كان مول الدجاج غادي يبان لكم فاش غيطلق الماء ديالو فاش غادي يبدا يتشحر واحد شويه. وبقاو تعرفوا بابي الومنيوم وقيسوه غير بالسكين، غادي تقيسوا الدجاج وغادي تشوفوا الدجاج هبط وتصوب. وغادي تبان لكم بطاطا حتى هي تقيسوها غير بصبعكم هكا او بيان بالسكين، البطاطا غير بصبعكم صراحه. ملي غيبان لكم الزيت بدات كتبان هنايا ديك الدميعه ديال الزيت والدجاج طاب، صافي غادي تخرجوه وغادي تقتلوه. دونك انا غادي ندير الدجاج ديالي في الفران ونتلاقاو باش نوريكم سيدنا. هانتوما الدجاج ديالنا من بعد ما وجد ومن بعد ما طاب من الفران، هانتوما كتشوفوا التحكيره اللي كتجي فيه، كيجي فعلا رائع. زعما خاصكم تذوقوه، نعيا ما نوصفلكم اللذة ديالو، ولكن خاصكم ديروه تذوقوه. سيغتو بان قلت لكم ما كيطلبش شي مجهود، ما كيطلبش شي بصله ولا شي حاجه، يعني جوست بانه شرويلة ديال الحوت هكا بطيطه خيزو، حتى الا ما كانش خيزو يمكن نستغناو عليه، جوست غير بطيطه بوحديتها، ولكن كيجي بواحد لو كولي بوفين. غادي نحطو لكم دابا انا هنايا في الطبسيل. دونك انا غادي نهز كوم سا جوست هاد الفخيط، يعني يمكن لكم ديرو هكا تسربيو غير بهاد الطريقه وديرو حداه خضيره ديالتو كوم سا. وكنقول لكم بالصحه والراحه. هانتوما كما شفتو غادي نرد لكم هنا ليدان، ما كيجيش فيه ليدان بزاف وبيا الماء بزاف، يعني كيجي واقف هكا، حيت هذا كيجي ام سي بو ريجيم، يعني تاكلو غير خضيره كوم سا مع الفخيط ديال الدجاج وكيجي فعلا رائع. كنتمنى بان الوصفه ديال هاد النهار تكون عجبتكم. كنتسنى لي كومونتير ديالكم، سورتو تعطوني لي غومارك الى بان لكم شي حاجه بالفرحه عليا. كنتمنى بان نهاركم يدوز بخير وعلى خير وشهيه طيبه ووصفه مقبله ان شاء الله.